دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك. العوافي من دوما كراتية. يمكن سياسيا كان البارز اليوم خبر لقاء الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. العوافي شيخ سعد. العوافي شو عملت مع أولاند اليوم بالإليزي؟ يحرق رفه شو هالزلمة، ولا أهضم من هيك، بيصفق كل نكتة ولا ممكن تضلك قاعد. حلو، خبرنا شي وحدة منه. ما بعرف، عشان هو بيخبرهم بالفرنسي وأنا ثقافتي إنجليزي، بس من ضحكات الحاشية بتفهم انه نكتة بتموت. شو حكيتوا عن الانتخابات؟ قلت له اسمعني فرانسوا، انتخاب الرئيس بالاول وبعدان النواب، واللي مش عاجبه كيلف رب ستت، يعني يدق راسه. أها. وماكسيموم يعملوا انتخابات من دون المستقبل. حلو، طيب حكيتوا عن هبة الاربعة مليار دولار السعودية للجيش؟ حكينا عن اخر مليار، لانه الامور بخصوص هالمليار بلشت تنجلي، لبل صارت مجلية. أها. اما بالنسبة لاول 3 مليار فمش عم تنجلي، يحرق رفة عليها زنخة وزفرة وقلعات هالسماكة. يا لطيف. طيب وعرفنا انكم حكيتوا عن الضربات ضد داعش. صحيح، وقلت له لهولند ما بيجوز تضلوا تغنجوهم، لازم توجعوهم، فوعدني خير. يعني رح يكثف الغارات؟ لا، حيحط حرب القذائف حتى يشلفطوا الدواعش. شكرا للرئيس سعد الحريري. البيت الابيض صار طالب 6 ملايين حفاض. ليش؟ منشوف سوا. هلو مستر تشونغ هاو تسونغ مي. نعم، مين؟ معك باراك أوباما، ممكن أطلب طلبية حفاظات على البيت الأبيض؟ تكرم، قديش بتريد؟ 1,000,000 حفاظ، وبدي إياهن من أفضل نوعية، the best quality in China. تكرم، أوكي. هلو مستر أردوغان. يش مستر أوباما، بدي طلبية حفاظات تركية من أفضل نوعية. حاضر، والكمية؟ 5,000,000 حفاظ. اوكي مستر اوباما، راح نحضرهم ونرسلهم على البيت الابيض. بليز، ثانك يو. اوه مستر اوباما، طلبت لغاية الان 6 ملايين حفاظ، هودي للبيت الابيض؟ ياه للبيت الابيض. ليش بعد في بيبيز بالبيت الابيض؟ نو بس بدنا نشيل الكاكا اللي عمله جو بايدن. ما سمعت شو قال عن حلفائنا؟ نزلنا بجورة كاكا صعب نطلع منها. اخ يا بايدن اخ. تابعونا بعد الاعلان. شكرا قطر او شكرا حسن. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. اذا سألتوا المسيحيين بلبنان عن رأيهم بالوضع كلهم بيقولوا لولا حزب الله كانوا الدواعش صاروا بجونة. هالكلام نقل عن البطرك بشارة الراعي بحلقة ضيقة من المحيطين فيه، وطبعا هالكلام رح يعمل جدل هاليومين، ولكن عند البعض يمكن يموخر لهم راسهم. ليش؟ خلونا نشوف، وبكرة بشوفكم. بونجوار ميشو. عميد بونجوار، يا بونجور يا بونشوار، ما في بونجوار. سوري بس مخي مفوخر. عميد بيقولوا مخي موخر مش مفوخر. ايه هيها ميشو، نحنا ما منقول شكرا قطر. بلا عميد. ميشو وجو بايدات نيبولا اوباما ما قال انه تمويل داعش عم يجي من دول مثل تركيا وقطر والامارات. عميد جو بايدن مش بايدات. مرسم شخبر ميشو. طيب انه نحنا منقول شكرا قطر وفي مصاري من قطر لداعش، واليوم نقلوا كلام عن البطرك انه لولا حزب الله كانوا داعش صاروا بجوني. ايه صح عميد. طيب ميشو كيف بدنا نقول للسيد حسن نصر الله شكرا حسن، لانه عم بيرد داعش اللي بتقبض مصاري من قطر اللي عم نقول له شكرا قطر. اوف ملا بغمي،
بس معك حق عميد. انه شكرا حسن او شكرا قطر. موضع راسي ميشو. حقك مع عميد. بيقولوا معك حق ميشو مش حقك مع. باردون عميد موخ راسي. دوما دومتك دوما دومتك احلى برنامج من دون شك. دوما دومتك دوما دومتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دومتك دوما دومتك لغز السياسي عنده الفك. دوما دومتك دوما دومتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دومتك دوما دومتك بننطر وقته تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.